الحقني يا اخويا مش لاقيهم. يا نهار اسود، فلوس يا فوزية. يا لهوي فلوس يا فوزية، يا لهوي يا شخص. وين كده يا فوزية؟ كده مش لاقيهم. لاقيها فوزية. ما هي يا اخي خديت وقعت قلبي. الحمد لله. ايه دي فلوس قدامك وخديتيني كده؟ فوزية ادعي لها فوزية ولم البصل. خد اشرب يا. مش عايز، انا عايز ابوي. اشرب يا ما تبقاش رخم. السلام عليكم. اهلا يا عم شحاته. الفلوس اهي يا معلم. ما تحب تخليهم معاك لغايه بكره لما توديهم للمحامي؟ لا عيب يا معلم، ده انت كلك فلوس. ودي معقوله هتبص لفلوس واحد زيي؟ ده انت اكبر من كده. خليهم عندك في الامان. تسلم يا معلم شحات. يا صابر خد حط دول في الخزنه عندك. والله خلاص خلاص بقيت معلم. عفلت المعلمة يابا. هات عوض، خدني معاك، نفسي اشوفك وانت معلم يابا. اختك. ايوه يا شحات خده معاك، لولا الملامت كنت انا اللي اجي معاك بنفسي. ايوه عشان اقف كده، اقف في الفرن اتفرج عليك وانت واقف كده معلم قد الدنيا. ايوه واقف عمال تشخط وتأمر في كل الناس. ايوه في كل الناس. خليك انت يا فوزية، هرجع لك واما خلاص الشغل على طول. يلا بينا يابا. استني قاعد بكلم امك يا ولا. الله. خليك يا فوزية. خلاص يا يابا. خلاص يلا 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 يلا. خلي بالك من عوض يا شحات. خلي بالك علي يا اخوي. يلا ترجعوا لي بالسلامة يا رب. ان شاء الله. السلام. يا عوض ركبني الطرناي يا عوض. انت عايز المعلم الشحات يركب طرناي؟ من النهارده ما فيش غير تاكسي، ومصروفك هيبقى 5 أبيض في اليوم. 5 أبيض يابا ما تحذرش. وامك هزود مصروفها 4 جنيه. ربع جنيه بحاله؟ لا تخلينا نتفسح، دي مصر حلوه قوي يا عوض.